فيها كلمة صداقة يا بنت جيران، كلمة الشرف. أتعرفون ما معنى شرف؟ ذلك الحقي الندي. ذلك العسكري الفرنسي الحقير. لا لا، لسنا مثلكم. حبيبتي ليست كنساء. سمعت خط شارلو موريس، هذا الكل باش تمنع تسريب السلاح والذخيرة من الحدود. نعم مستحيل، مش الحق الحلو فينا تلاجات وبير، وما تحب تدير غير رايك. فهميني يا يما، راني بيدك. شيني ما تالي بابا، انا حبيت نشبه البابا في الزين في الافعال بالحريه. يبقى رساله واضحه للاجيال اللي ما حضروش يعني للثوره وما حضروش الاستقلال. ملحمه كما هذه ممكن راهي الدرس ليهم، يعني لما يجيو الشباب يحضروا ويشوفوا المسرحيه، حتى ولو يعني كاين بعضهم ما قراوهاش في الـ يعني في الدراسه تاعهم، لكن مسرحيه تقدر تربي وتثقف الانسان. تحت اشراف السيد ولي ولايه طرف، قامت مديريه الثقافه لولايه طرف بانتاج عمل مسرحي ثوري بعنوان ريح الشمال. هذا العمل بدعم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره. هذا العمل يحاكي امجاد الثوره الجزائريه وضوء القاعدة الشرقية إبان الثورة التحريرية، يعرف مشاركة العديد من الفنانين. في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية عيد الاستقلال، سحرنا في عيد نشتغل على عمل وطني وملحمي ثوري بعنوان ريح الشمال. هذا العمل مدعم من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف ومن إنتاج مديرية الثقافة لولاية طرف.